بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا الحتة اللي فوق بتاعت الناف هيدر، عايزين نعمل بقى المنيو. بقى عايزين نعمل المنيو بقى بالايه، بالشور بتاعها، بحاجة اسمها الفيكتور اسيتس. ان انا اختار الايكونز لكل حركة وبتاع، فانا هختار على، هدوس على كليب ارتس. خلاص بعد ما اختار الاسيتس و هسيرش ادي الايكونز الجاهزة. لو انا عايز احط ايكون بتاعتي انا عرفت ازاي، لكن انا عايز اختار بقى الاسيتس اللي عندي، فهختار مثلا الاكونت سيركل دي وهديها اسم مثلا عشان اعرف استدعيها. مثلا هسميها اي سي اندر اسكور مثلا بروفايل فور اكزامبل. خلاص ويخليها 24x24 مظبوطه وحجمها كويس. اقول له نيكست واقول له فينيش، هيحطها لي جوه دروبل، او انا اجيب صوره من بره، ايكون من بره لو انا عايز. نفس الطريقه عملت لي الكامين تاني ونيو فيكتور، واختار مثلا صوره تانيه وليكن هختار حاجه تكون شكل مثلا الاس ام اس مسجز كده عشان عايز مسجز. قلت له ماشي هاخد مثلا دي، قلت له اوكي وهديها اندر اي سي اندر سكور مثلا ايه مسجز، واقول له نكست وفينش على طول. تمام اي سي مسجز. وعندي كمان عايز كمان واحده كمان من فيكتور اسيتس، واقول له مثلا من كليب ارتس وي هاف سيرش كده مثلا على كلمه بيبول، عايز ناس كده دي تبقى الفريندز بتاعتنا مثلا. اختار ده ماشي، خليك الاسود واديها نيم مثلا اي سي اندر سكور فريندز فريندز. تمام. ودوس نكست فينش، وهعمل تاني كمان واحده كمان فيكتور ايكون كمان من نيو، واختار فيكتور اسيت وكليب ارت واسيرش. مثلا ادور على ايقونه مثلا تكون بتاعه اديت. اوكي اوكي ونكست. بس اغير اسمها الاول، اخليها اي سي اندر سكور مثلا ايه ابديت. تمام ونكست فينش. وكليك يمين تاني على الاب واختار فيكتور اسيت واغير كليب ارت واسيرش مثلا على لوج اوت كده. عايزين حاجه تكون لوج اوت مثلا، ممكن ساين اوت ماشي، ممكن اكزيت ندور كان في كده. طيب احنا نرجع تاني، معلش احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ احنا وصلنا لغايه الدروب كان عندنا اهو الايكونز والمسجز والبروفايل و ضفنا الساين اوت والابديت. تمام اخترت ملف اسمه اكزيت يعني، عشان لو انت عايز تدور عليه او دور على اي ايكون يعني تعجبك يعني. فانا عندي الاي سي ساين اوت اهو والابديت والبروفايل والفريندز. طيب انا المنيو هي موجوده، دخلت على الناب منيو قمت عامل اول حاجه جروب، والجروب ده هحطه جوه ايتمز. تمام اول ايتم هديله الاي دي بتاعه عادي جدا، الايتم الاول اندرويد دوت كولون اي دي، وهديله اي دي وليكن مثلا اول حاجه عايز اعرضها في المنيو بتاعتي ناب اندرسكور مثلا، ممكن اسميه ايتم ماشي، اسميه ناب اندرسكور بروفايل. هعرض صوره البروفايل بس، وما بين ايتم وسلاش ايتم، او هقفل على طول ايتم من غير يعني ما اقفلها ايتم وسلاش ايتم، على طول اقفلها في ساعتها. واحدد الايكون انا عايز اظهرها اللي هي عملناها الاي سي اندرسكور بروفايل، اخش من درون على اي سي اندر سكور بروفايل. تمام تمام خلاص، ادي الايه الايكون هي ظهرت لي جنب رقم 6، سطر رقم 6 كده عشان تبقى ايه، يبقى انت متابعها. طيب ادي له ايه التايتل اللي هو الكلمه اللي هتظهر، هكتب كلمه بروفايل، هكتب كلمه ايه بروفايل كده. الايتم ذات نفسه كلمه ايقونه وكلمه، وعايز ادي له ايه. هعمل كمان بقى ايه منه كذا ايتم نفس الاسلوب، وعملت كوبي بيست، وهقول له انا عايز بقى ايه الناب بس مش بروفايل، عايز اطلع ايقونه كمان اللي هي الناب مسجز مثلا، او مسج اللي هتظهر فيها ايه اكنه بيبعت رساله، فاقول له اي سي اندر سكور ايه مسجز. تمام واكتب الايه التايتل بتاعها هيبقى مسجز، واقوم عامل بقى بيست كمان ايتم مش بروفايل، ناب اندر سكور مثلا ايه فريندز. تمام والاي سي اندر سكور فريندز، وهكتب التايتل بتاعها فريندز. تمام دي كده ايه، يبقى انا عرضت البروفايلز ايكونت البروفايل وايكونت الرسائل وايكونت الايه الاصدقاء، ده جروب، كل دول جروب. تمام هعمل بقى حاجه ثانيه خالص، ايتم بره الجروب بره المجموعه دي،
تمام ايتم بره المجموعه دي خالص، هسميه ايه؟ اكونت سيتنج. فانا عايز زي ما تقولي كده عنوان كده اسمه اكونت سيتنج وتحتيه مجموعه من الايتمز، عايز اعمل زي فارق كده. فعملته ايتم عادي جدا، وبين ايتم وسلاش ايتم هحط جواه بقى الايه؟ المنيو كامله العكس. خلاص بقى كانه بقى عنوان وليه مجموعه خاصه من الايتمز. فعملت ايتم سميته اكونت سيتنجز وجواه منيو احطه بقى جوه الايتمز. برضه مش هتطلع ازاي؟ شكلها زي عنوان ومجموعه ايه؟ ومجموعه ايكونز جواه او مجموعه ايه ايتمز منيو ايتمز جواه. فقلت ده هيبقى اسمه لاب ابديت واي سي ابديت وابديت بروفايل. الايتم الثاني الاي دي برضه ناب لوج اوت وهنديله على اي سي لوج اوت والتايتل بتاعه هيبقى لوج اوت او لوج ساين اوت او كده. تمام وبكده نكون ايه؟ كوننا المنيو بتاعتنا والمنيو الداخليه خلاص اللي هي السب منيو بتاعتنا. وتعالى نشوف طبعا شكلها ان هو اتعامل كده، بس طبعا شكلها مش هتعمل كده، هنحطها جوه الناب درور وبس نطلع ايرو على حاجه. فاقول له اي سي اندر سكور ساين اوت، كانت مكتوبه غلط او شيء. ايوه تمام، واعمل ري ران. انا شكلي مني نقطه كمنيو، لكن انا طبعا مركبها جوه الايه؟ الناف درور او الناف فيو اللي لسه كنا عاملينه. فعملت ري ران طبعا. لو عملنا كده في اوبشن منه تطلع بالمنظر ده كده، مش عايزين ده، احنا عايزين نعمل ايه؟ نشوفها بالشكل بتاع بتاعنا عادي بالظبط كده. جميل جدا، ادي البروفايل والايقونه والمسجز والفريندز والاكونت سيتنج اللي كانت لكم عليها، وادي الابديت بروفايل واللوج اوت اللي تحتيها، وبقى كلها باتنز اهي جاهزه بقى ان شاء الله للبرمجه زي ما بنشوف مع بعض.